عليكم السلام. اتفضل يا اخويا. اتفضل. احنا جايين باشاره مستعجله عشان عاوزينك في المطار. مين يا اخويا؟ انا. ايوه انت، اجازتك اتلغت ولازم تيجي معانا حالا. اه حضرتك غلطان، انا مش حسين، انا اسماعيل اخوه. ما تحاولش الهرب، اذا كنت مش حسين ليه لابس البدله العسكريه؟ لابسها لانها بدله اخويا، وانا واخويا واحد ون اولى. انت مش عارف اللي بيلبس بدله عسكريه وهو مش عسكري بيتحاكم وتجن؟ انت صدقت، انا حسين اخويا بس كنت بهزر معاك. طب يلا بينا على المطار. اهي دي بقى ما اقدرش اعمل. خالف الاوامر يا فندم؟ انا ما بخالفش الاوامر ولا حاجه، الاوامر على عيني وراسي. اصل بقى عدم المؤاخذه النهارده انا واخد شربه. اذا ما كنتش هتنفذ الاوامر هقبض عليك بالقوه. يا سيدي حلمك شويه، الكلام اخد وعطى. الاوامر ما فيهاش اخد وعطى، نفذ الامر ولا لا؟ خلصني من دول ابوس ايدك. اخلصك؟ ده انا هخزق عليك. ليه؟ ده انا هنتقم منك انتقاما شنيعا مريعا فظيعا. ليه بس؟ هو انا عملت لك حاجه؟ ايه يعني؟ يعني فتشت السر امبارح لمراتي ليه يا وش الاذى؟ انا تعمل فيا الفصل ده؟ يا عم انا لا اعرفك ولا اعرف مراتك، هي تلاقيها جدك. ايوه اعملها اعملها، وعلى مين؟ على الشاويش عطيه؟ احلف لك بايه؟ ان انا عمري ما شفت الخلقه الحلوه المسمسمه دي. وكمان بتمهزق بيا؟ نهارك حبر، نهارك كوبيا. لا ده شيء يفور الدم، ما تخلصونا في لوحه المهببه دي. انت بزعق عسكري؟ ايوه بزعق، وحزعق من هنا لاخر الشهر كمان. ايش؟ ما اسكتش. هوش. ما هوش. انت فكرك هتهمني بطولك وعرضك؟ يا اخي ده اهدى، ده انا اتضربت الاجعص منك ولا همني. انا لازم اتسبب لك في مجلس عسكري، اسمعني على المكتب. المكتب من هنا؟ من هنا؟ ايوه. عساكر اولى ذات الادب، عساكر اخر زمن. شاويش عطيه. امسكوه. Thank you.
جابك يا حسين؟ اسمت السودة. الله، هو الشويش عطيها لغى الاجازه بتاعتك ولا ايه؟ انا متاسف خالص يا لمعي. لمعي؟ انا عارف ازاي خاص الخليفه. خليفه؟ امال انت مين؟ عبد العزيز؟ ولا عبد العزيز، جرالك ايه يا حسين؟ انت مش عارف زميلك عبد المنعم؟ اهلا عبد المنعم. مسكين، انت لازم زعلان علشان ما سافرتش تتجوز. تمام تمام، ما تزعلش، الشاويش عطيه راجل طيب وابن حلال، وانت تقدر تخليه يسامحك لو عرفت تفرفشه بنكته حلوه، اصله راجل فرايحي ويحب القفش. ما هو عشان كده قفشني. اسمع كلام، انت راجل صاحبي وحبيبي، اول ما تشوف الشاويش عطيه تروح رقعه نكته موزونه، هيضحك ويعمل لك اللي انت عايزه. بسيطه، ده انا قاموس في النكت والكلام الفارغ. خلاص فرجت. الله يطمن قلبك، الله يعمر بيتك، انا مش هنسالك المعروف ده بتيتا. يا سيد العف، يلا بقى روح المكتب قبل ما يعمل لك ورنيك الذنب. حاضر. يلا قول، هو مكتبه فين؟ جرالك ايه يا حسين؟ ما انتش عارف مكتب الشوش عطيه فين؟ لا عارفه عارفه، بس دخت من اللي حصل لي. تعالى وانا اوريهولك. تعالى. تمام. ايوه، هتلقاها طالب الملك 2224 تكون جاهزه النهارده. طب ما تجهزه بقى. بس انت عارف حضرتك ان انا عرضان وهتلقاها ده مش حسين، هو اللي يعرف يصلحها. فرق يا حسين معاه. اتفضل. فين؟ صلح الطياره. صلح ايه يا الطياره. انا اصلح طياره ازاي؟ انت بتحصل اوامر يا عسكري. لا ما بحصلش ولا حاجه، عاوزين اصلحها اصلحها. يا فين الطياره يا ابني؟ قدامي. اتفضل. ولا انا اصلح الطياره. بتزايد الطيارة؟ هي فين الطيارة؟ انت خليت فيها حتة طيارة كلها ربع ساعة ويجي حضرة الضابط عشان يستلمها، مش هيلاقي فيها الا الديل. الديل انا هروح اندهله، ان ما هب بعيشتك، ان ما خصم تمنها من مهيتك ما بقاش انا.
بتشتغل مادة الفصحى ما لبستش لافارول ليه؟ أصلها شغلانة بسيطة يا فندم وخلصتها خلاص. التربينة سليمة؟ سليمة يا فندم. مفيش ترشيح في دورة الجاز؟ مفيش. ودورة الهيدروليك ضغطها مظبوط؟ مظبوط يا فندم. لا عليك نور يا حسين، أنا قلت من الأول مفيش حد يقدر يصلحها غير حسين الغندور، مش كده يا شاويش عطية؟ كده يا فندم. طب روح بلغ كومندان السرب إن الطيارة جاهزة. حاضر. والنبي يا حضرة البتشاويش سامحني، أنا كنت عاوز أبسطك. ما أنا كمان هبسطك خالص خالص، أنا مناخيري بأربع محركات. يا فندم والنبي أنا ما كانش قصدي. اخرس يا نور يا بليشتو. اعمل معروف، قومني بالأجازة بقى ما تفضحنيش. مش عاوز أجازة؟ أيوة فندم. طيب انا مستعد اديلك اجازه بس على شرط. اشرط زي ما انت عاوزه، انك تيجي معايا البيت وتعمل قدام مراتي انك انت مجنون. مجنون؟ ايوه مجنون. خلاص يا فندم، وستين مجنون. وكل ما اقول لك على حاجه قول لي مظبوط. وستين مظبوط يا فندم. استبينا استبينا. تعال اتفضل. انت يا جدع مش مجنون وعندك والعياذ بالله شويه ملاخوليا؟ مظبوط. وامبارح لما جيت تزورني هنا مش جات لك النوبه وانا نايمتك على السرير وطلعت عشان اجيب لك حكيم؟ مظبوط. هو مش قال لك انه رايح لمراته الثانيه؟ مظبوط. اعترف بالحقيقه، انا هقطم رقبتك النهارده. يا ولية ده بيهلوس. مظبوط ازاي يا ابن اللذينه؟ ازاي تقول مظبوط؟ يا فندم مش انت اللي قايل لي اقول كده؟ قايل له يا سعه عيطه هلا هلا على الملاعيب. الله يطبقها على دماغك يا وليه. ده مجنون جات له في الجنان. شوف يعني مجرناها ازاي اهو. دلوقتي هو حيروح لوحده. اه يا حسين اه السلاح يا حبيبي. اه انا مش قايل لك. ارتحت دلوقتي يا حسين؟ ما تخافوش، انا اول ما هشرب كوبايه الدواء دي حروق على طول. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ماما أنا آسفة ماما، الكوباية اتكسرت والدواء نزل على الأرض. يا ماما مين بابا؟ آه يا ماما. معلش يا حسين، فداك يا حبيبي. أنا مالي، أنا عاوز أروح عند أمنا. طول بالك يا حسين، هتروح حبيبي هتروح. تعال يا حسين تعال ارتاح ارتاح. سيبني يا طيب. مين اللي شد الكرسي من تحت مني؟ انت عاوز تموتني؟ انت عاوز تكسر رقبتي؟ والله من قاعد عندك. اوعى ناس مجانين مخاليف. لا حول الله، صدقت يا ولية انه مجنون.